حتى يتبين لهم أنه الحق. الفاتحة 7 آيات، لذلك الفاتحة هي سورة الشفاء الشافية، تسمى الشافية لأنك إذا قرأتها هي 7 آيات، وعندما تقرأها 7 مرات تكون سببا في الشفاء بإذن الله. فالرقم 7 له أثر على الشيطان، لذلك يعني أنا عندما كنت أبحث الآن عن كلمة قرين في القرآن تفاجأت أنها وردت بالضبط 7 مرات، سبحان الله. أوردها الله 7 مرات ليؤكد لنا أهمية الرقم 7 في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهنا أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى يقول: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الحقيقة أيها الأحبة، كل واحد منا له قرين صحيح هذا الكلام، لأن يوم القيامة سيأتي هذا القرين وتحدث مخاصمة بينك وبين قرينك من الشياطين. هذا القرين ليس له تأثير على المؤمن، هي النقطة هنا أيها الأحبة، ليست المشكلة في وجود القرين من الشياطين أو عدم وجود، الشياطين موجودة في كل مكان حولنا، ولكن كيف يؤثر هذا القرين عليك؟ عندما يكون إيمانك قويا بالله وتستعيذ بالله من شر الشيطان، تطبق تعاليم القرآن، أنت في حالة طهارة دائمة، تقيم الصلوات الخمس، لا تؤذي الناس، لا تتبع الهوى، لا تأكل الحرام، لا تظلم الناس، هذه كلها تجعل هذا القرين بعيدا عنك وأثره ضعيف. متى يصبح أثر هذا الشيطان القرين قويا عليك؟ عندما تسلك الطريق الذي هو يسلكه. وبالتالي الله تعالى قال: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، يعني يكون الشيطان مثلك، هو يريد الشر وأنت تريد الشر، هو يريد ظلم الناس وأنت تريد أن تظلم الناس، هو يريد الفاحشة والزنا والإباحية وغير ذلك، وأنت أيضا تسلك هذا الطريق، فهو قرينك أصبح الآن. هناك طبعا آية عظيمة أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى يقول في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن شروط أو الشرط الرئيسي أن يكون هذا القرين قريبا منك ويؤثر عليك أن تنحرف وتبتعد عن ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك نجد أن النسيان في القرآن مربوط بالشيطان، فأنساه الشيطان ذكر ربه، وإما ينسينك الشيطان بعد الذكرى، يعني النسيان مربوط بالشيطان. فالشيطان هنا أيها الأحبة عندما يزين لك عملك، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ترى هذا العمل أنه حسن، ترى أن علاقتك مع هذه الإمرأة علاقة محرمة تراها حسنة، الشيطان سيزين لك ذلك ويدفعك ويوسوس لك باتجاه الزنا والفاحشة. عندما ترى أن أكلك لهذا المال قد يكون مال حرام، قد يكون مال ربا، تراه حسنا وتراه شيئا جيدا، الشيطان هنا القرين يزيدك حبا لهذا العمل السيء ويدفعك لمزيد من الحرام. إذن هنا أصبح القرين له تأثير عليك. في سورة قاف سيأتي هذا القرين يوم القيامة
وهنا طبعا حوار، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سبحان الله، نحن غافلون أيها الأحبة. تظن نفسك أيها الإنسان أنك مهمل في هذا الكون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سيأتي معك يوم القيامة كل واحد منا طبعا سائق يسوقك والشهيد يشهد عليك. موقف صعب، كل كلمة نطقت بها، كل كلمة كتبتها، كل فكرة خطرت ببالك، هذا الشهيد سيشهد عليك. يقول لك الله في ذلك الوقت: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي بصرك الآن يستطيع أن يرى الملائكة، يرى الشياطين، يرى جهنم، يرى العذاب، يرى هذا السائق، يرى الشهيد، ترى أعمالك. نحن في الدنيا إذا عملنا عملا لا نستطيع أن نراه، ولكن أنت يوم القيامة سترى عملك، بصرك حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. الآية هنا تأتي قوية جدا وقاسية: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أيها الأحبة، هذه الآية لا تعني فقط ذلك الذي يسجد للصنم ويتخذه إلها من دون الله، لا، هناك من يتخذ المال إلها، تنطبق عليه هذه الآية: الذي جعل مع الله إلها. هناك من يخضع لسيطرة شخص ويتبع شخص ضال ويتبع أوامره ونواهيه ويغضب الله تبارك وتعالى ولا يبالي بوجود الله، هذا أيضا تنطبق عليه هذه الآية: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه. الله سبحانه وتعالى يخاطب السائق والشهيد: فألقياه في العذاب الشديد. هنا القرين قال قرينه: ربنا ما أطغيته، يتبرأ منك. سبحان الله، هكذا الشيطان يقول للإنسان أكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. يقودك للشر ثم يتبرأ منك. قال قرينه: ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد، يريد أن يتبرأ منك، يظن أنه سينجو من العقوبة. قال: لا تختصموا لدي اليوم، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سبحان الله، انظروا أيها الأحبة إلى هذا الموقف المرعب. أنا أعلم الآن أنني سأتعرض ربما لهذا الموقف إذا أطعت هذا القرين، إذا أطعت هذا الشيطان الذي يوسوس لي ويرغبني في فعل الشر، يرغبني في أكل المال الحرام، يرغبني في ارتكاب الفاحشة، في فعل ما حرم الله، النظر إلى ما حرم الله. هذا القرين الذي هو اليوم يرغبك ويعدك، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعدك ويضحك عليك ويقول لك هذا العمل جيد وهذا حسن وهذا كذا وهذا كذا، ويزين لك هذا العمل، سيتخلى عنك أمام جهنم. ربنا ما أطغيتم ولكن كان في ضلال بعيد. تأتي الآية لتقول: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يعني أنا لماذا أعرض نفسي لهذه المواقف؟ مقابل ماذا؟ الإسلام أمرني بالطهارة، أمرني بالعفة، أمرني بالهدوء، بالطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أمرني بألا أخاف ولا أحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أراد لي السعادة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ضمن لي الحياة الطيبة، ماذا أطلب أكثر من ذلك؟ وضمن لي الرزق، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ضمن لك كل أسباب السعادة والحياة المطمئنة، وضمن لك الرزق وراحة البال والهدوء النفسي والاطمئنان والأمان. طيب لماذا تنحرف في طريق الشيطان ثم تقول لماذا يعذبنا الله؟ إذن أيها الأحبة، موضوع القرين موضوع يعني حقيقة ينبغي أن ننتبه له، وأن يعني نتصور أن هذا الشيطان عدو لنا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن ينبغي أن تحذر في كل لحظة أي تصرف خاطئ تجد نفسك مندفع باتجاهه، تذكر أن هناك شيطان يدفعك باتجاه هذا العمل وسيتخلى عنك يوم لقاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.